بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة مباركة من ليالي الله سبحانه وتعالى. كل يوم ينبغي علينا أن نتذكر نعم الله من حولنا. انظروا أيها الأحبة إلى هذا القمر من ورائي، آية من آيات الله، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سنتحدث اليوم أيها الأحبة عن كسوف أو خسوف القمر الذي سيحدث تقريبا وقت الفجر أو قبيل الفجر يعني قليل. أحب أن أتأمل معكم الليلة هذه الظاهرة، لماذا خلقها الله؟ هل هناك أدعية؟ هل هناك صلاة خاصة بظاهرة الكسوف بشكل عام؟ كيف فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وقت الخرافات والأساطير؟ والناس كانوا يعتقدون بوجود آلهة، إله للبرق، إله للشمس، منهم من يعتقد أن القمر إله أيضا، وهكذا. النبي كيف نظر لهذا الموضوع؟ في البداية، ما هو الكسوف وما هو الخسوف؟ طبعا الخسوف والكسوف نفس الكلمة، يعني لا فرق. القمر هذا الذي نراه الآن قمرا منيرا هادئا باردا يعكس لنا نور الشمس، هذا القمر سيأتي يوم ويجتمع مع الشمس، والعلم الحديث يؤكد ذلك أيها الأحبة، أن أول شيء سيلتقي مع الشمس هو أول، يعني ليست الأرض بل القمر، ستجتمع مع الشمس، وسيتحقق قول الله تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر. كذلك هذا القمر الله قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لماذا سخر الله هذا القمر؟ لماذا قدره منازل؟ والقمر قدرناه منازل، ما الفائدة؟ ماذا يحدث لو اختفى القمر، ظاهرة المد والجزر؟ إذن القمر كوكب بارد مهم جدا في حياتنا، ومؤثر على حياتنا أيضا، مؤثر على الكائنات، وبخاصة في ليلة البدر له تأثير أيضا على الكائنات على الأرض. لماذا نصوم الأيام البيض الثلاثة، ليلة 13 و14 و15، يعني في منتصف الشهر؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الصيام في هذه الأيام المرتبطة مباشرة بالقمر؟ كل هذه المواضيع أيها الأحبة أنا سأتأملها معكم في الدقائق القليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أول سؤال نسأله، كيف يحدث كسوف أو خسوف القمر؟ أحبتي في الله، الله سخر لنا هذه الأرض التي نعيش عليها، وسخر الشمس وسخر القمر، كل يجري لأجل مسمى، وقال في آية أخرى وكل في فلك يسبحون. إذن هذا القمر يجري، والشمس تجري، والأرض أيضا غير ثابتة، لأن الله تعالى يقول وكل في فلك يسبحون. هذه الآية ليست خاصة بالشمس والقمر فقط، لا، ارجعوا معي إلى سورة الأنبياء، الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي خلق الليل، دقق معي أخي الحبيب، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
هذه الآية بالنسبة للأحبة الذين يعتقدون أن الأرض ثابتة ومسطحة. هذه الآية توضح لنا الحقيقة. الله هنا يتحدث عن سباحة الليل والنهار، كيف يسبح الليل والنهار، وهو الذي خلق الليل. إذن الليل مخلوق، ليس هو فراغ، هو مخلوق، لأن العلم اليوم أثبت أنه لا وجود حقيقي للفراغ، لأن كل جزء صغير مهما صغر من الكون لابد أن يكون فيه مادة أو طاقة، وفيه نسيج من المكان والزمان أيضا. المكان والزمان هو شيء، فالفراغ هذا أو الفضاء لا معنى له بالنسبة لنا، على الرغم من التطور العلمي لا يوجد فراغ. فكل يعني جزء من الكون مهما كان صغيرا لابد أن تجد فيه نسيجا من المكان والزمان أو المادة والطاقة، وبالتالي لا وجود للفراغ. فهذا الكون أخي الحبيب فيه الليل والنهار. طيب كيف يتحرك الليل؟ كيف يدور الليل؟ كيف يسبح الليل في هذا الفلك؟ لابد أن نعتقد أن هذه الأرض التي نحن عليها تدور بشكل رائع جدا، ويدور معها الليل والنهار يتحركان. ولكن لماذا لم يقل يدور، قال يسبح، كلهم في فلك يسبحون؟ لأن الحركة الحقيقية لليل والنهار وللشمس والقمر وللأرض ليست حركة مستقيمة ولا دورانية، بل هي حركة جريانية سباحية. يعني أنت عندما تسبح أنت لا تسبح بخط مستقيم، دائما هناك صعود وهبوط، صعود وهبوط. وهكذا كل الأجسام في الكون بما فيها المجرة التي نحن ننتمي إليها، بما فيها النجوم والكواكب والسدم الكونية والغبار الكوني، كله يتحرك هكذا. الحركة في الكون هي حركة جريانية أشبه بإنسان يسبح صعودا وهبوطا. فإذا هنا عندما يتحدث القرآن عن سباحة الليل وسباحة النهار، فلابد أن نعتقد أن الأرض لابد أن تتحرك حتى يتحرك مع هذا الليل، وإلا كيف يتحرك الليل من دون حركة الأرض؟ والآية واضحة هنا، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. هنا يتحدث عن أربعة أشياء: الليل، النهار، الشمس، القمر، كل في فلك يسبحون. كل هذه الأشياء تسبح في أفلاكها، سبحان الله. إذن أخي الحبيب، كيف يحدث كسوف القمر من جديد؟ هذه هي الأرض التي يدور حولها القمر كما نراه خلفنا، يطلع من مكان معين ويغرب من المكان المقابل، فهو يدور حول الأرض دور كل 27 يوما تقريبا. كل 27 دورة، كل 27 يوما القمر يدور دورة حقيقية حول الأرض. بسبب حركة الأرض أيضا نظنها 29 يوم ونصف، بالنسبة لنا هي 29 يوم ونصف، ولكن لو خرجنا خارج الأرض ونظرنا من الأعلى سنجد أن هذا القمر يتم دورة كاملة كل 27 يوم تقريبا. هنا القرآن يعطينا لمحة أو إشارة لطيفة. عندما نتساءل كم مرة ورد ذكر القمر في القرآن، لم يرد 29 مرة ولا 30 ولا 50 ولا 7، كم مرة بالضبط ذكر القمر في القرآن؟ تماما 27 مرة، نفس المدة التي يستغرقها ليدور دورة كاملة حول الأرض. لذلك الرقم 27
هو رقم كوني، رقم مرتبط بالقمر. فهذا يدل على أن الله الذي أنزل القرآن هو الذي وضع القمر في هذا المدار ليتم دورة كاملة كل 27 يوما. فعدد الأيام التي يدور فيها القمر دورة كاملة هي 27 يوما، فذكر القمر 27 مرة. والغريب هنا أن الأيام بالجمع تكررت في القرآن 27 مرة. سبحان الله، تناغم. وهذا التناغم ليس مفاجئا. لماذا؟ لأن خالق الكون وخالق القمر والأرض والشمس، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، هذا الإله العظيم الذي خلق هذا النظام الكوني هو الذي أنزل هذا القرآن، هو الذي كرر كلمة القمر 27 مرة، كلمة أيام 27 مرة. طيب، هذا القمر عندما يدور حول الأرض أخي الحبيب هكذا، الشمس طبعا بعيدة عنه، يعني هذا القمر أنا من ورائي هنا، القمر يبعد بحدود 350 ألف كيلومتر وسطيا، بحدود 350 ألف أكثر أو أقل، لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا بل بيضويا، مفلطح بيضوي. فأحيانا يكون القمر بعيدا أكثر من 350 ألف كيلومتر، وأحيانا أقل يكون. طيب، الشمس كم تبعد؟ الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. قارن معي العدد، الشمس تبعد 150 مليون كيلومتر، بينما القمر 350 ألف، يعني شيء بسيط. فالقمر قريب جدا من الأرض مقارنة بالشمس. هذه الشمس البعيدة جدا والتي تبث ضوءها باتجاهنا، يصل ضوءها للقمر وينعكس هذا الضوء باتجاه الأرض، فنحن نرى النور المنعكس علينا. نحن هنا لا نرى القمر، نرى نور الشمس الذي انعكس باتجاهنا. وبالتالي هنا أيضا أنا لابد أن أتذكر معكم آية كريمة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ميز القرآن بين الضياء والنور، فالضياء وصف الشمس بالضياء لأنها مصدر الضوء بالفعل، التفاعلات النووية الاندماجية تتم في الشمس، الشمس هي فرن نووي ملتهب، تتفاعل ذرات الهيدروجين وفق تفاعلات تسمى بالاندماجية، أي تندمج ذرتان من عنصر الهيدروجين الذي هو أخف عنصر في الطبيعة كما تعلمون، هو غاز خفيف جدا يستخدمه الأطفال لنفخ بعض البوالين أو هذه البالونات فترتفع في الهواء بسبب خفته، هو أخف عنصر، رقمه واحد، العدد الذري واحد، فيه إلكترون وبروتون في النواة وإلكترون يدور حولها. هذه الذرة من الهيدروجين تندمج مع ذرة أخرى فتشكلان عنصر أثقل خامل هو الهيليوم، اللي هو 2، العنصر الثاني في الجدول الدوري، فيه إلكترونين وبروتونين، يعني 2 سالب و2 موجب. عملية الاندماج هذه تولد ضوءا هائلا وحرارة وأشعة كونية وأشعة جاما وغير ذلك. هذا الضوء يصل للقمر كما قلنا وينعكس كنور. لذلك علميا ينبغي أن نقول عن الشمس إنها ضياء لأنها مصدر الضوء، هي التي تحرق الوقود الهيدروجين وتبث الحرارة والضوء، والقمر مجرد أنه عاكس للنور،
فالقرآن سمى الذي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لماذا قدره منازل؟ لو تأملت طريقة حركة القمر حول الأرض طريقة عجيبة جدا، دائما يواجهنا نفس الوجه المشرق، لا نرى الوجه المظلم، وله مدار. يعني الله وضع القمر في مدار محدد كما قلت لكم بحدود 350 ألف كيلومتر أكثر أو أقل، وجعل الأرض تدور مرة كل 365 يوما حول الشمس هي والقمر، لأن القمر هو كوكب تابع للأرض، فمرتبطان بقوة جاذبية قوية جدا لا ينفصلان، ويدوران معا حول الشمس. أيضا الشمس تجري وتسبح، والشمس تجري لمستقر لها، تجري حول مركز مجرتنا. هذا القمر أخي الحبيب المرتبط بالأرض يدور هو والأرض حول الشمس دورة واحدة كل 365 يوما. هنا نستطيع أن نقول إن عدد أيام السنة 365 هو عدد كوني، عدد كوني، يعني ليس من اختراعنا نحن، هو جزء من النظام الكوني. طيب هذا العدد عندما أنزل الله القرآن، الله وضع كلمة يوم عددا من المرات، مالك يوم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخره، كل الآيات التي فيها يوم. آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مجموع كلمات اليوم في القرآن كم تتوقعون؟ هو نفس عدد أيام السنة، نفس هذا الرقم الكوني 365. فكلمة يوم بالمفرد من دون يومين أو يومئذ أو أيام، الأيام قلنا 27 مرة بعدد أيام القمر، ولكن كلمة يوم 365 مرة بعدد أيام السنة، هذا رقم كوني نجده في القرآن. الله تقصد أن يضع هذا الرقم ليقول لنا إن الذي خلق هذه الأرض وهذا القمر وجعل الأرض والقمر يتمان دورة كاملة كل 365 يوم دورة، هو الذي أنزل القرآن وكرر فيه كلمة يوم 365 مرة. لاحظتم التناغم أيها الأحبة؟ فأثناء حركة القمر حول الأرض أحيانا تأتي الشمس لتكون خلف الأرض، يعني أنا الآن القمر خلفي ولكن الشمس أمامي، ولكن في الجزء الثاني من الكرة الأرضية، في الجزء الثاني من كرتنا الأرضية أنا لا أراها، لأن عندي ليل ولكن هناك نهار في منطقة أخرى، هناك نهار على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات. طيب الأرض هذه الآن من أين يتلقى القمر نوره؟ يتلقاه من الشمس. لاحظتم؟ الآن الشمس تضيء القمر فينعكس النور علينا. الأرض التي أقف عليها الآن أحيانا تعترض المسار بين القمر والشمس، يعني القمر الذي خلفي الآن قلنا يتلقى ضوءه من أين؟ من الشمس، الشمس مقابلة له هكذا. الأرض الآن في الوسط، فعندما تقع الأرض في وسط المسافة بين الشمس والقمر فإنها تحجب ضوء الشمس عنه فيظهر بلون مثل القرص النحاسي، لون برتقالي جميل جدا، وأحيانا يكون هناك كسوف أو خسوف كامل، وأحيانا خسوف جزئي إلى آخره. طيب هذه ظاهرة علمية، نحن الآن نتحدث، حتى الآن نحن نتحدث بلغة العلم،
ولغة الأرقام، ولكن هذا الوضع لم يكن كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا الوضع. كان الناس يعتقدون أن هناك تنيناً يبتلع الشمس أثناء الكسوف أو الخسوف. كانوا يعتقدون أن هناك إلهاً للشمس وإله للقمر وإله للبرق وآلهة تسير الكون وكذا. فكان لديهم تفسيرات بدائية جداً أشبه بالأساطير لظاهرة الكسوف والخسوف. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صحح المعتقدات قبل أكثر من 1400 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. دقق معي أخي الحبيب، يعني هذا القمر معجزة من معجزات الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. العرب كانوا يعتقدون أن كسوف الشمس هو نتيجة موت إنسان عظيم، فربطوا هذا الأمر عندما كسفت الشمس بوفاة ابن النبي إبراهيم. فالنبي صحح لهم ذلك، مع العلم أنه كان بإمكانه لو كان كاذبا كما يدعي هؤلاء المشككين لقال لهم فعلا كسفت الشمس لموت ابني وانتهى الأمر، ولن يكتشف أحدا ذلك إلا اليوم بعد 1400 سنة. ولكن كنا اليوم سنكتشف هذه الكذبة لو كان هذا النبي كما يقولون، ولكنه نبي صادق. قال لهم: هذه الشمس وهذا القمر هي ظواهر طبيعية، آيات. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فهذه الشمس أو القمر لا ينخسفان لا لموت أحد ولا لحياته، فأبعدوا هذه الأساطير عن رؤوسكم. لاحظتم أحبتي في الله، يعني النبي يتحدث بكلام علمي، نفس الكلام الذي نتحدثه اليوم. نحن اليوم نقول هذه الظواهر طبيعية ليس لها علاقة بهذه الخزعبلات، لا بموت البشر ولا بمصير البشر، ولا أن فلان سيخسر معركة، ولا أن هناك زعيما سيموت، ولا يدعون للتشاؤم. وكان النبي يدعو للصلاة. فمن السنة الإنسان إذا رأى هذا الكسوف أو الخسوف أن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله بما شاء. ليس هناك دعاء محدد أحبتي في الله، أدعو الله بما شئت، أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من عذاب يوم القيامة، من عذاب يوم أليم، أن ينجيك من المهالك، أن يكرمك في الدنيا والآخرة، أن يغفر لك، أن يصرف عنك الشر. وبالتالي حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاثة 13 14 15 شرع أو سن لنا الصيام. لأن بعض الملاحظات حقيقة التي قرأت عنها تقول إن اكتمال القمر ليلة البدر له أثر على سلوك بعض الكائنات الحية، أحيانا تزداد نسبة الجرائم، ولكن أنا لم أجد دليلا علميا على هذا الكلام، ولكن قرأت هذا الكلام وعلى مواقع علمية، ولكن لم أتلمس دليل علمي حتى الآن أن فعلا هناك علاقة بين القمر وسلوك البشر. على الرغم من ذلك النبي أمر بصيام هذه الأيام الثلاثة لكي نبعد عن رأسنا كل الخرافات. هذا القمر هو مخلوق من مخلوقات الله، ليس له أي علاقة بحياتنا، ولكن له تأثير حقيقة على بعض الكائنات في المد والجزر. له تأثير مهم جدا. مستوى البحار دائما مع بروز القمر يرتفع، وبالتالي هناك أثر أيضا. هناك بعض الكائنات تنظم إيقاعها على منازل القمر،
هذه المنازل العجيبة التي من خلالها نستطيع أن نحدد بدقة نحن في أي يوم من الشهر، بل حتى في أي عام، لأن هذا القمر من ورائي أيها الأحبة المسار الذي يسلكه لا يتكرر كل سنة، بل يتكرر كل 19 سنة. لا يتكرر كل سنة هذا المسار. في السنة القادمة نظنه هنا، ولكن يكون منحرفا قليلا عن الموضع الدقيق. فإذا من عجائب القرآن أيضا أن الله تحدث عن علامة من علامات الساعة الكبرى، وجمع الشمس والقمر. الشمس عندما تتضخم وتتوسع في آخر الزمان، وهذا ما يؤكده العلم، تتحول لما يسميه العلماء العملاق الأحمر. لن تنفجر، لن تتحول إلى ثقب أسود، بل سيخبو ضوءها، وكأنها تلتف على نفسها وتفقد جزءا كبيرا من إشعاعها، وتتحول إلى كتلة عملاقة ولكن بإضاءة أقل بكثير، وتميل نحو اللون الأحمر. ولذلك أيها الأحبة، القمر هو من عجائب الخلق، هو معجزة بالفعل، هو آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى. وعندما وصفه القرآن بأنه منير، هذا الوصف دقيق جدا، سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. نحن نرى في السماء بعض الكواكب وبالعين المجردة، ولكن نراها مثل نجم متلألئ، مثل كوكب الزهرة مثلا. لماذا؟ بسبب المسافات التي تفصلها عنا. الله عز وجل وضع القمر في مسافة دقيقة جدا مقابل الأرض، وجعل له حجما مناسبا جدا، وركز بعد الأرض والقمر عن الشمس 150 مليون كيلومتر، بحيث أن هذه المنظومة العجيبة تعطينا هذه الإنارة للقمر. وهناك شيء آخر، أن تراب القمر تراب مميز يساهم في عكس نور الشمس بشكل أكبر من خلال الإلكترونات التي تتهيج على سطحه عندما تضربها أشعة الشمس، فيزداد نورا. كل هذه العوامل، حجم القمر والمسافة القريبة التي تفصله عنا، وطريقة دورانه حول الأرض، الآلية الهندسية التي يدور بها، كل هذا تجعله بالفعل يستحق صفة منيرة، وجعل فيها سراجا عن الشمس وقمرا منيرا. إذن ملخص هذا اللقاء اليوم أيها الأحبة، أولا أن الشمس والقمر والأرض والكون كله هي آيات من آيات الخالق، لا تتدخل بحياة البشر ولا بمصير البشر، وليس لها تأثير مباشر على مصيرنا، وقدرنا بيد الله سبحانه وتعالى. وظاهرة الخسوف هذه تدعونا للتأمل والتفكر بهذه الدقة الكونية، بهذا النظام الكوني العجيب. يعني عندما نجد في القرآن العظيم أن اليوم يذكر 365 مرة بالضبط، نفس المدة التي يحتاجها كوكب الأرض ليدور دورة كاملة حول الشمس، ويعني أقرب عدد صحيح 365. عندما نجد أن القمر يتكرر 27 مرة، أيضا أقرب عدد صحيح للمدة الحقيقية لأيام دوران القمر حول الأرض. عندما نجد أيضا أن كلمة شهر تتكرر 12 مرة بعدد أشهر السنة، والله تبارك وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعندما نرى هذا التوافق العجيب بين النظام الكوني ونظام تكرار الكلمات في القرآن، هذا يدل دلالة واضحة أن المنزل سبحانه وتعالى هو نفسه الخالق، وهو الله الواحد الأحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقوم على شؤون الكون وينظم هذا الكون. وفي كتابه القرآن هو الذي أخبرنا عن هذا الكون، فلابد أن نجد نفس التوافق ونفس النظام. في نهاية هذا اللقاء أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نحمده كلما رأينا آية من آيات الله. هذا القمر والشمس والنظام الكوني كلها آيات، والله تبارك وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي القرآن، أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذا يدعونا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول كما علمنا الله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله والشكر لله، نحمدك يا رب أن أريتنا هذه العجائب وأبدعت في هذا النظام الكوني من أجل راحتنا، فأنت الذي سخرت لنا هذا الكون، وأنت الذي قلت وسخر لكم السماوات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله أن يعيننا على التفكر لنصل إلى مرضاته عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.